عليكم. اليوم نروح الولايه تاع جلفة لنقف على زياره تاع رئيس الجمهوريه سيد عبد المجيد تبون الى المشاريع الجديده في الولايه واللي تم تدشين في هذه الزياره عده مشاريع، منها هذا المشروع نتاع المحطه وكذلك خط السكك الحديديه الرابط بين بوكزول والاهواط على امتداد حوالي 340 كيلومتر. وبدون إطالة خليكم تتابعوا تفاصيل هذه الزيارة انت إذن الرئيس عبد المجيد تبون إلى ولاية الجلفة، فلنتابع وأترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم. في متابعة زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ولاية الجلفة، دشن السيد الرئيس الخط الحيوي للسكك الحديدية الرابط بين بوكزول الجلفة وعدة ولايات أخرى، حيث استمع إلى عرض مفصل اذا. وكما نتابع في هذه الصور التي لاحظتنا وصلتنا اللحظه، رئيس الجمهوريه يدشن محطه القطار لخط السكك الحديديه الرابط بين بوكزول الجلفة، ويتابع عرضا مفصلا الآن كما نتابع سيد رئيس الجمهورية، ويستمع إلى عرض مفصل حول المشروع الذي يعتبر شريان الحركية الاقتصادية والتنموية لولاية الجلفة والولايات المجاورة لها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أشاد بهذا المكسب الحيوي الهام، ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل إيصال هذا الخط إلى أقصى الجنوب بولاية تمنراست.